تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، انتهت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أعمال تنفيذ مشروع توسعة شارع ناصر بن جبر الجبر من الجهة الجنوبية للشارع بمنطقة السيف. وقالت الوزارة بأن المشروع يسهم في تخفيف الازدحامات المرورية الحاصلة مع تزايد الحركة العمرانية والاقتصادية فيها ولما تشهده من وجود المجمعات التجارية، مشيرة إلى أنه يبلغ حجم المرور اليومي على هذا الشارع الذي يخدم حاليا ما يزيد عن 20,000 مركبة يوميا للحركة المرورية المتجهة شرقا و10,000 مركبة يوميا المتجهة غربا. أما بالنسبة لساعات الذروة فيبلغ حجم المرور المستخدم للشارع المعني في الذروة الصباحية أكثر من 3,000 مركبة في الساعة، ما سيحسن انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار على تقاطع جسر السيف. انتهت الوزارة من أعمال تطوير شارع ناصر بن جبر الجبر عبر إضافة مسار ثالث، ومن المؤمن يزيد الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 40,500 مركبة، أي بزيادة قدرها 35% عما هو كان عليه. ومن المؤمن طبعا أن يخفف ازدحام المروري في المنطقة وطوابير الانتظار بنسبة 25%.